good morning students, how are you? كيف حالكم يا رابع؟ شو أخباركم؟ بدنا نحل سؤال E. بدنا نحل سؤال E اللي بصفحة 33 page 33. Please open your book page 33. Okay. خلينا نحل السؤال. Listen, read and write. Yes, true or false. Please focus and attention. يلا نبلش. My mom to taller than my dad. أمي هي أطول من أبي. Dad is younger than my uncle George. Dad is younger than my uncle George. يعني الأب هو أصغر من عمي جورج. عمه اسمه جورج. إذا الأب أصغر من عمي جورج. George is shorter than his friend Eric. طبعا هاي بدنا يعني هاي تحطها تحتيها خط. George is shorter than his friend Eric. اوكي يعني جورج هو طبعا اقصر من صديقه إريك. جورج اقصر من صديقه إريك. My sister is younger than me. اختي أصغر مني. أختي أصغر مني. I'm older than my brother. أنا أكبر سنا من أخي جو. Okay, I'm older than my brother جو. أنا أكبر سنا من أخي جو. My cousin ابن عمي إد. اسمه إد. ابن عمي إد. Is stronger than me. أقوى مني. ابن عمي إد is stronger than me. أقوى مني. But I'm taller than him. My cousin Davy is the tallest of us three. إذا but I'm taller than me. لكن أنا أطول منه. ابن عمي أقوى مني لكن أنا أطول منه. My cousin ابن عمي Davy. My cousin Davy is the tallest of us three. لكن ابن عمي Davy هو أطول منا إيش الثلاث. أطول منا إيش هو أطول ثلاث منا. يعني أطول ثلاثة منا. ماشي. طب شوف حل الأسئلة. طبعا هو بنحط صح عند الجملة الصحيحة وبنحط خطأ عند الجملة الخطأ. أوكي. George is heavier than Eric. George is heavier than Eric. Okay, هون true or false. كيف نعرف؟ لا نروح على George. وين George؟ هيها ثاني سطر. إذا George is shorter than his friend Eric. إذا George هون أقصر مش مش أثقل. أقصر من Eric. إذا هون خطأ. الجملة الصحيحة هي هو أقصر من Eric. طيب نشوف الجملة الثانية. Ed is stronger than me. نروح على Ed. وين Ed مكتوبة؟ هيها مزبوط. إذا Ed is stronger than me. هيها الجملة صحيحة اللي هي رابع سطر. Ed is stronger than me. Yes. Okay, number three. My sister is older than me. My sister is older than me. هيها ثاني سطر. My ثالث سطر. Sister is older than me. No. إذا إنه أختي هي sorry, my sister is older than me. No, then my sister is younger than me. خطأ. هي الصح إنه my sister is younger than me. هي أقصر مني مش أكبر سنا مني. Number four, Joe is younger than me. Joe is younger than me. No. لا هون Joe is younger than me. Joe هو أصغر مني. Yes, إذا جوهان أصغر مني. طب Davy is the tallest. Davy is the tallest. بروح على Davy. Yes, هي آخر سطر. Yes, Davy is the tallest. إذا منحط صح. طيب هون عنا آخر إشي. Dad is older than my uncle. Dad is older than my uncle. يعني الأب هو أكبر سنا من عمي.
خطأ، الأب مش أكبر سنة من عمي. هو أنا dad is younger than my uncle George، يعني الأب هو أصغر مش أكبر سنا، أصغر من عمي. إذن هون خطأ، فالجبر نشوف حلنا صح ولا لا. yes good job، إذن حلنا صحيح 100%. أوكي يا رابع، خلينا نكمل حل السؤال الموجود عندي يا رابع بصفحة 33. يلا خلينا ننتبه. look and write the opposite، يعني بدنا ننظر ونكتب ضد الصفة الموجودة عندي. شو بدي أكتب؟ ضد الصفة الموجودة عندي. خلينا نقرأ الكلمات الموجودة عندي. heavy heavier، young younger، light lighter، old older. طب خلينا نشوف أول كلمة، أول صفة اللي هي young صغير، عكس صغير إيش؟ أوكي old كبير صح؟ طيب number two light خفيف، عكس خفيف ثقيل. شو يعني ثقيل؟ على نفس الصفة. إذن heavy، إذن نكتب هنا يا رابع، نكتب heavy ماشي؟ أوكي. إذن number three heavier، طبعا هنا الواي هذا حولناها إلى I وزدنا ER، فإحنا بدنا صفة كمان نفس الإشي تكون نفس الإشي مزيد عليها ER ماشي. يلا heavy ثقيل، بدنا إيش؟ خفي صح، عكسها شو؟ خفيف اللي هي lighter. منحط هنا lighter. اوكي يلا نمبر 4 old، سوري older، الاكبر سنا، اكبر سنا older، بدنا ايش؟ بدنا اصغر سنا، فشو بتصير عكسها؟ مضيوف عليها ER فبصير excellent younger. اوكي اذا young old light heavy heavier lighter older younger. اوكي okay. عكسها younger. يعطيكم العافية. اوكي رابع ومكملين معكم حل اسئلة ريفيو فور اللي هو بصفحة 36. افتح كتابك صفحة 36، خلينا نحل اول سؤال اللي هو ايه. read and choose and write، read choose and write، اقرأ اختار واكتب. عنا Tim was very happy to have a new، يعني تم جدا سعيد، very happy للحصول على new baby sister، على طفل، اوكي على طفل جديد ماشي، new baby طفل جديد. اوكي number two the فراغ is very green and lush، يعني جدا خضراء وخصب مثمر وفير. شو هو اذا؟ the grass العشب جدا اخضر ووفير. excellent. number three we are going on a فراغ in the park، we are نحن سوف نذهب الى ايش؟ الى today، لا خطأ، picnic yes، leave لا، picnic in the park تنزه في الحديقة، نحن نذهب الى نزهة في الحديقة. number four Jake will فراغ for Australia next month، اذا احنا حكينا انه will، Jake will بيجي بعدها فعل ماشي. Jake سوف ايش؟ يغادر، اذا leave هو فعل، اذا يغادر for Australia لأستراليا الشهر الايش؟ القادم. اوكي نشوف حلنا صحيح ام لا. yes good job، اذا حلنا صحيح. ومكملين حل اسئلة رابع بي، مكملين حل اسئلة بي اللي بصفحة 36. اوكي اللي هو find the circle the words، find the circle the words. اوكي اجد اجد و
ضع دائرة على الكلمات. بدنا نشوف الكلمة مثلا أول وحدة اللي هي كازن، ابن العم، كازن. حلو. طيب كازن وين بدنا نشوفها؟ وين هي موجودة عندنا بالكلمة بالأحرف المبعثرة هون؟ وين بدنا نشوفها؟ طبعا هي الأحرف مرتبة ترتيب. مثلا بدي أدور على كلمة كازن اللي مكتوبة مثلا أحرفها بكون جنب بعض، ماشي؟ مثلا اها هاي لقيناها، اذا بنعمل خط زي هيك هاي كازن. اوكي اذا راحت كلمة كازن. نيجي على ليف، يغادر. ليف ليف وينها ليف؟ اها هايها ليف، ها ليف هاي وجدناها. طيب اوفر اوفر هاي اوفر. طيب شورتر شورتر وين شورتر؟ هاي شورتر. تمام. youngest when youngest اها هاي هي youngest. اوكي طيب هي 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 موجودة هون. طيب بيكنيك بيكنيك اول عمود هي بيكنيك، وهيك بنكون لحظة شوي هيك بنكون حليناها. تمام good job. طيب برافو. اوكي مكملين حل اوكي مكملين حل اسئلة يا رابع سي صفحة 36. تمرين سي صفحة 36. read and write sentences you may need to add words. يعني نقرأ، بدنا نقرأ ونكتب الجمل وايش قد نحتاج الى اضافة الكلمات. تمام يلا خلينا نقرأ اول وحدة. دانيال سمارتر سام. طبعا هاي احنا بدنا نعملها. طبعا عندنا احنا سمارتر، الصفة سمارتر. طبعا هون سمارتر يا رابع ضايف عليها ايش؟ سمارتر هون اي ار يعني مفاضلة، يعني بدنا ايش يكون عندنا سمارتر ذان. طب احنا بدنا اول اشي ننزل دانيال الاسم، وبعد الاسم از او ام او ار. از او ار طبعا عندنا دانيال هو مفرد فبصير دانيال از، بعدين الصفة سمارتر بضاف اليها اي ار، بعدين ذان، بعدين اخر اشي سام. اذا دانيال is smarter than سام. اوكي نيجي لنمبر 2 سنيك longest. شو بنعمل سنيك ولونجست؟ longest longest مضيف الها اي اس تي، فهون عنا مفاضلة فبننزل the snake الافعى is نزل is ماشي، بعدين الصفة the longest. طبعا الافعى هي الأطول، بصير أحكي لهون الأفعى هي الأطول، بصير أحكي بصير أكمل الأفعى هي الأطول من كل الأفاعي of all the snakes of all the snakes من كل الأفاعي عادي بصير أحكي the snake is the longest يعني وقف لهون، أو ممكن أحكي the snake is the longest of all the snakes. أوكي طيب number three Meg إيش youngest ماشي، عندنا youngest اللي هي كمان مفاضلة صفة ضيفين عليها EST، فأنا ما علي اللي أنزل Meg Meg اللي هو الاسم، بعدين is، بعدين the youngest لأنه مفاضلة عندنا. إذا Meg هي الأصغر، بعدين إيش فبدنا نحكي بدنا نكملها نحكي of all the sisters من كل الأخوات. أوكي فبصير Meg is the youngest of all the sister، وهيك بكون حلينا السؤال سي يا رابع. أوكي ومكملين حل أسئلة رابع. سؤال دي دي سؤال دي look and write look and write. طبعا عندنا A ماشي وعندنا B وعندنا سي وعندنا دي، بننظر الى هاي الاحرف كل حرف له عنده صورة معينة يا رابع. نمبر 1 هو از ذا شورتر، طبعا هو بدي يسأل اسئلة عن هاي عن هذول الاشخاص الموجودين عندنا. اوكي هو از ذا شورتست، من هو الاقصر؟ هو از ذا شورتست، من هو الاقصر؟ A ولا B ولا C ولا D؟ طبعا احنا بدنا نحكي دي صح، بنجيب الدي ونحطه هون، اذا الحل دي. طيب نمبر 2 هو از ذا يونجر، يعني مين هو الاصغر؟ بي اور اي يعني اي بي ولا اي، مين هو الاصغر؟ اوكي هو از يونجر، اذا عندنا اكسلنت اي.
طيب who is the lighter من هو الأخف A ولا C ننظر ل A نطلع على C من هو الأخف who is the lighter A or C yes excellent C طيب who is the oldest who is the oldest من هو الأكبر سنا بينهم A ولا B ولا C ولا D من أكبر سن excellent B برافو عليكم إذا نشوف حلنا صحيح yes good job حلنا إذا حلنا صحيح سؤال E سؤال E صفحة 37 سؤال E صفحة 37 طيب read and read and chart and sorry read the chart and match read chart the chart and match اقرأ المخطط ووصل طيب عنا طبعا كيف احنا بدنا نفهم عنا مثلا جمل ماشي عنا صور وجمل جنبها ماشي اول جملة عندي Andy طبعا Andy is shorter than Alex okay Andy is shorter than Alex طيب عنا هنا يا رابع طبعا بحكي لك Andy هي ايش اقصر من Alex خلينا نفهمها Andy اقصر من Alex اذا قارن بين Andy وقارن بين ايش Alex حلو طيب نيجي للجملة الثانية Rachel is taller than Naomi okay Rachel is taller than نايومي اللي هي ايش قارن بين ريتشل ونايومي انه ريتشل اطول من نايومي اوكي ريتشل ونايومي طيب ننزل الجملة الثالثة تريفور is weaker than نيد اذا تريفور هو اضعف من نيد يعني اضعف من نيد اوكي تريفور is weaker than نيد اوكي طيب تانيا is faster than سوزان تانيا is faster than سوزان طيب قارن بين تانيا وسوزان is طبعا انه تانيا اسرع من سوزان حلو هاي جمل طيب خلينا نشوف نمبر 1 شو المطلوب مني طبعا هم شو عاملين احنا بدنا نوصل مثلا نايومي اوكي is shorter than نايومي is shorter than طبعا بدنا نيجي للجملة اللي فيها اسم نايومي حلو وينها من الأربعة الموجودين عندنا فوق ماشي نايومي إذا الجملة الثانية طلع علي رابعة الجملة الثانية عندنا بالبوكس الجملة الثانية اللي هي ريتشل is taller than نايومي يعني هون ريتشل هو أطول من نايومي حلو مش فيها نايومي حلو قارن إنه ريتشل أطول من نايومي عندنا الجملة الأولى شو بتحكي نايومي أقصر من إذا هون في هاي الحالة هي نايومي أقصر من مين من نفس الإشي الجملة قارنها نايومي ومين ريتشل إذا بنوصل نايومي مع ريتشل شطورين نيد is stronger than نيد is stronger than هاي الجملة الثانية نيد is stronger than يعني نيد أقوى من مين بنروح على الجملة اللي فيها نيد اسم نيد وين هي الثالثة اللي هي تريفور is weaker than نيد تريفور أضعف من نيد يعني في الحالة إنه نيد أقوى من تريفور تريفور إذا هون بنوصلها ند is stronger than يعني ند في الحالة أقوى من مين؟ من تريفور وين تريفور؟ أيها تريفور تريفور طيب ماشي نمبر 3 Alex is taller than Alex is taller than وين هالجملة فيها Alex؟ أول وحدة اللي هي Andy is shorter than Alex Andy أصغر سوري أقصر من Alex Andy أقصر من أليكس يعني في هالحالة إنه أليكس أطول من أندي صح؟ فأنا هون أبدأ أليكس is taller than مع مين؟ مع مين قارنها؟ مع أندي إكسلنت إذا مع أندي طيب نيجي لآخر إشي سوزان is taller than سوزان is taller than سوزان سوري سوزان is slower than سوزان is slower than يعني سوزان أبطأ من مين؟ وين الجملة فيها سوزان؟ اللي هي الرابعة تانية is faster than سوزان يعني تانيا أسرع من سوزان في هالحالة يعني سوزان أبطأ من تانيا صح فبنحكي سوزان is slower than سوزان أبطأ من مع مين قارنها مع تانيا أوكي شوف حلنا صحيح yes good job إذا حلنا صحيح
طيب يا رابع خلينا نكمل حل الأسئلة اللي هي read and write حسب المخطط اللي عندي. أنا بدي أكمل يا رابع، حلو؟ حسب المخطط اللي عندي بدي أكمل يا رابع. يعني مثلا عندي هنا important أول عمود اللي هو important اللي هو الصفة، بعدين بدي أعملها بالكومباراتيف بس بدي أضيف عليها more، وبعدين بدي أعملها بالسوبرلاتيف بدي أضيف عليها most، بس حسب المخطط راح أعمل. أوكي رابع؟ طيب عندي important، طبعا عندي طبعا جنب important في عندي فراغ صح؟ طبعا important بدي أضيف عليها more أو most، طبعا هنا بدي أضيف عليها بتصير comparative، بالأول بدي أحط بدي أعملها comparative بتصير more important than، طبعا عادي بصير أضيف عليها than more important than، بس أنا بدي أعمل حسب المخطط ماشي more important than. بعدين more important than عنا طبعا على العمود الثالث هي most important. أوكي عنا مفاضلة يا رابع most important. طيب ننتقل إلى careful. careful طبعا بتصير في العمود الثاني بدي أعملها بالمقارنة بتصير more careful، العمود الثاني مقارنة بتصير more careful، بعدين العمود الثالث بتصير most careful بتصير مفاضلة most careful، بصير أحكي more careful than بصير أحكي the most careful، بس أنا بدي أعمل حسب المخطط. أوكي بصير more careful، العمود الثالث بصير most careful. طيب dangerous، dangerous اللي هي بتصير more dangerous، بتحط طبعا صفة طويلة، نلاحظ إنه هذول كلهم صفات طويلة صح يا رابع؟ طيب بنعملها بالمقارنة بحط more أو most، طبعا لا هنا more بالعمود اللي بالوسط more dangerous، بعدين إيش بتصير most dangerous، العمود الثالث most dangerous. طيب valuable، valuable بتصير more valuable وmost valuable. أوكي more valuable وmost valuable. أوكي إذا عمود في الوسط more بضيف عليها more، بس more هي صفة طويلة بضيف عليها more بصير more valuable، وآخر الإشي بالعمود الأخير عندي بتصير بس بضيف عليها most بصير most valuable. أوكي هاي بالنسبة للصفة الطويلة إني بضع قبلها more أو most. أوكي أنا بصير أحكي more important than، بصير أحكي more careful than، بصير أحكي more dangerous than، بس أنا بدي أتعامل نفس المخطط بس بضيف more almost. أوكي يعطيكم العافية يا رابع.